اهلا. So, في الفيديو اليوم انا حتكلم بالعربي. Oh my god. انا شويه متوتره شويه. يلا من زمان ما تكلمت بالعربي. Oh my god. من جد من زمان احس من زمان ما تكلمت بالعربي. Anyway. بتكلم عن حياتي في السعودية باختصار يعني. لوفي حتكون هنا ورا معايا I think تستكشف كأنها ما كانت عايشة هنا لها 3 سنوات. المهم لوفي تبي تقولي هاي؟ Say hi. ما شغلها هي شوية. طيب المهم ايش اقول ما ادري ايش اقول. اوكي حياتي في السعودية صح. انا حتى لما اتكلم مع نفسي اتكلم بالانجليزي حتى يعني, ولما افكر بالانجليزي اكثر الوقت. فعشان كذا مرة انا مستغربة من نفسي, حتى مستغربة اني اتذكر الكلمات. لوبي طيب ابدأ. أنا ولدت في السعودية. ما أبغى أحدد بالضبط وأقول كل شيء على طول. أوكي شوي. أتولدت في سنة 1990. عمري 29 سنة. أعرف أكثركم يقولوا لا مستحيل. بس والله إيش سوي لك. أنا عمري 29. That's the truth. هذه الحقيقة. My God, والله ما أعرف أتكلم, ما أعرف أسوي فيديو بالعربي. أوكي كفاية ضحك علينا. أوكي. عشت في السعودية, ولدت في السعودية, بعدين ولدت 1992. ما كنت أحب المدرسة لأني ما كنت أحب أصحى بدري. المدرسات كانوا شريرات أكثرهم, مو كلهم, في بعضهم كنت مرة أحبهم يعني of course طبعا. بس ما أحب الرياضيات, ما كنت أحب الرياضيات. يا الله يتعب لي مخي مرة. ما كان يعجبني. كنت أحب الرسم, ولين الحين طبعا أنا أحب الرسم والموسيقى والأفلام فيديوز وإيش كمان أحب يعني الفن بكل أشكاله وأنواعه. كنت دائما يعني أحب أسوي صداقات, أحب يصير عندي صديقات. مرت في مراحل مختلفة أيام المدرسة. كنت أيام يعني مرحلات أكون فيها جالسة لحالي ومستحية وما أبغى أكلم أحد, وفي مراحل أوقات أكون مرة كنت أكون مع البنات الشقيات ويعني أسوي أزعاج وكذا. بس يعني مراحل مختلفة, صديقات مختلفات. فهي هذه حياتي في المدرسة. كنت أرسم كثير. أنا كنت معروفة في المدرسة الرسامة لينا لأني كنت أرسم طول الوقت. بس كنت دائما أحب أكون يعني كذا حلمي أتخيل نفسي أصير مغنية ممثلة شيء على الكاميرا, شيء في فيديو, لأني كنت أتفرج أفلام. في ممثلة كنت أحبها صغيرة شيرلي تيمبل, وكانت تغني وترقص وتمثل كذا على التلفزيون, وكنت أنا يعني أشوفها وأتمنى أني زيها. خليني أذكركم أني أنا ولدت في 1990. ففي هذاك الوقت كانت شوية يعني في السعودية كان شوية مو شوية, كانوا كثير مشددين, خاصة أنا وين من ولدت واللي حولي والناس اللي حولي كانوا متشددين. فكان حتى الرسم وقتها, حتى الرسم ما كان شيء يعني يشجعوا الناس, ما كانوا يتقبلوا كثير اللي حولي.
كانوا كثير يقولوا لي لا ترسمي حرام، انك يعني تحاولي تقلدي ايش، كيف يقولوا تحاولي تقلدي خلق الله او شيء زي كذا، ما ادري يعني بالله يعني يعني مره واضح يعني مستحيل اني، طبعا مستحيل اني اقدر اخلق شخص، فخلوني ارسم يا اخي يا ربي هم العقدة. كانوا مره يعني شويه معقدين الناس من اللي حولي، بس المهم فيعني تخيلوا اذا كان الرسم مره ما هو مو مره متقبلينه، فكيف اقول اني انا بغني ونفسي نفسي كذا اكون على الكاميرا واسوي فيديوز وامثل واغني، ما اقدر اقول. فهذا شيء انا خليته في نفسي لوقت طويل. موفي كنت باها تكون كذا حالي يعني، ممكن تسوي اشياء تضحككم اوكي. ف ايوه فهذه كانت اول صعوبات لي اني اعبر عن نفسي، لاني كنت احب ارسم، ما كان في كثير ناس يشجعوا هذا الشيء. في ناس كانوا يحبوا يجوا يتفرجوا يشوفوا انا ايش ارسم، بس بعدين يقولوا لي تعرفي ترى حرام او شيء زي كذا يعني خاصه ايام المدرسه وانا صغيره يعني. يلا احاول ارجع احط نفسي في المود. طيب اخر شيء تسجل كان كنت اتكلم عن كنا عايشين وانا صغيره، كنا عايشين في كومباوند، فكانوا كان في كثير اطفال العب معهم، فيا كنت احب رول سكيتينج، عجلات اظن كذا كنا نسميها بالعربي، اي ثينك عجلات او زلاجات ما ادري. احب رول سكيتينج سو ماتش اني لدرجه اني كنت اطلع في الظهر في الشمس ما في ولا احد، كنت ساعتين كيف الشمس ادور 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 واسمع باك ستريت بويز او افريل لافين، احط الووكمان البس السماعات والووكمان في جيبي ويلا. I want it that way, tell me why. هذه كانت حياتي تينيجر. كنت أحب أطلع ألعب برا كثير مرة. حياتي كانت حلوة، كانت كويسة. فبعدين لما صرت يعني كذا 13 كذا شوية القوانين بدت لازم ألبس عباية. يلا مرة ما كنت أحب العباية. وفي البداية أنا قلت أوكي طيب. بعدين لما طلعت بلعب رول سكيتينج عجلات وأنا بالعباية طحت طيحة وتعورت وتجرحت، وبعدين مرة ثانية جيت أركب البسكليتة وعلقت العباية في العجلات وطحت وتعورت كم مرة، وبعدين خلاص صرت خلاص ما عاد أبغى ألعب، لأني كيف ألعب وذي العباية معلقة خربت. المهم خربت علي كل شيء العباية دي، يا ربي قديش كرهتها يعني ما حسيت أقدر أسوي شيء اللي أحبها عشان العب. وكنت احب اسبح كثير، احب السباحه مره. يعني العبايه كانت اول شيء كذا بدا يخرب علي، يخرب مزاجي، ما عاد اقدر اسبح، ما عاد اقدر اسوي ذي الاشياء. بعدين نقلنا بيت جديد وكلنا كنا متحمسين ان نروح بيت جديد، بس بعدين اكتشفت يعني انه صار عندي وحدة مرة طفش وكآبة، لأني صرت مرة لحالي وحيدة، صرت مرة وحيدة ما صرت أقدر أطلع، ما صرت في عندي أطلع برا ألعب. فجاني اكتئاب والطفش كان مرة قاتلني، وبدأت أحس كأني في سجن من جد يعني، بدأ يصير سجن بالنسبة لي، صار سجن. فحياتي مرة تقلبت وقتها، لأنه خلاص ماما قالت لي لينا انت الحين خلاص انت كبرتي لازم يعني تعرفي تغطي، وما عاد في حركات ما عاد في لعب طبعا انا خلاص يعني ما عاد ايش اسوي يعني، حاولت شغفت شويه طبعا مره شويه شغفت مره مشغبه انا الحين، شوف انا ايش اسوي، ها جالسه اسوي فيديو. المهم فهمت يعني لازم أغطي، لازم ما عاد يعني أطلع كثير زي أول، ما عاد أقدر أبدا، ما في أطفال أرجع أطلع برا ألعب معهم، هذا الشيء خلاص
اختفى. ومرة دخلنا كآبة كآبة وما أبغى أجيب لك من الكآبة الحين، فخلينا بوقف يعني الفيديو على كذا وخلي الكآبة للفيديو الجاي. إذا تبغوا تعرفوا أسوي part 2 وأتكلم فيه عن الجزء الثاني من حياتي بعد ما صرت 13-14، كيف تغيرت حياتي و يعني بدأت الكآبة. في أيام كانت حلوة، يعني ما حقول إنه مرة 100% كانت كئيبة، في أيام كانت حلوة يعني طبعا، بس الحمد لله الحين يعني الحمد لله أنا مبسوطة. المهم إن شاء الله يعني إنه عجبكم الفيديو، وإذا تبغوا أتكلم بالعربي زيادة قولوا لي، بس أنا شوية يعني confused، ماني عارفة أسوي قناة ثانية أخليها كلها بالعربي ولا أستمر بس في هذه القناة وأسوي مرة بالعربي ومرة بالإنجليزي، مدري ماني عارفة والله ماني قادرة أقرر. ف يعني نصائحكم في الكومنتس بليز قولوا لي في التعليقات. بس لا تنسوا تسوي لايك وسبسكرايب والجرس، زر الجرس لا تنسوا عشان يجيكم تنبيه إذا سويت فيديو جديد. و يا شكرا، أتمنى لكم يوم حلو وأشوفكم في الفيديو الجاي. باي. What are you doing, huh, baby? Tell them. Who's my cute girl? Louie. شوفي لي أنت الحلو. يا ناس. يا ناس يا ناسي. يا ناسي. طيب يلا الحين باخذك برا رح نتمشى أنا وأنتي. طيب. There's no one like you. Makes my heart beat fast.